المعادلة اليوم هي كالتالي: الشعب فاق للنظام، والنظام فاق باللي الشعب فاق له، والشعب فاق باللي النظام فاق باللي هو فاق له. كيف ذلك؟ الشعب فاق بأن النظام لا يريد التغيير، يريد يبقى في الحكم بكل الوسائل، الوسائل العنيفة القمع العنف والبلطجة، والوسائل الخديعة اللي هي حوار الذئب مع ذيله. لذلك الشعب يقول بأنه لا شوار، لا حوار، الرحيل أوبليغاتوار. الشعب ارفع سقف المطالب إلى التغيير الديمقراطي، رحيل النظام بكل أطيافه، ثم بناء الجزائر الحرة الديمقراطية. ولما النظام فاق بهذا الشيء صار يتلاعب، صار يختلق الذرائع، صار يختلق الخديعات اللي هي الخديعة الخارجية، اليد الأجنبي، ثم يلعب على الانسجام الوطني، ثم يلعب يريد أن يخلق شبه ممثلين يناديهم إلى المرادية لشرب تاي أو كاس قهوة ويقول لك هذا حوار. لا يا ناس، الحوار المبني على سلطة غير شرعية هو نظام غير شرعي. النظام الحوار المبني على ممثلين غير شرعيين هو حوار غير شرعي. يقولوا جددنا في مثل واحد: ما يبقى في الواد غير الأحجار. احنا نقولوا: ما تبقى في ثورة غير الأحرار. من أهداف هذه الثورة غربلة الطاميساج دو شون بوليتيك. اليوم الناس تعرف الناس، نعرفوا شكون هما الممثلين، نعرفوا شكون هما الممثلين الغير شرعيين، نعرفوا شكون هما الصادقين، نعرفوا شكون هما الكاذبين، نعرفوا شكون يواصل الثورة حتى الانتصار، شكون يواصل على طريق الأجداد، شكون يواصل في طريق محمد بن وزداد الرئيس الأول للمنظمة الخاصة اللي اليوم ذكرى وفاة تاعو. كان مناضل، كان قائد المنظمة الخاصة حتى توفي بمرض التوبركلوز. اليوم أيضا نحيي ذكرى وفاة ديدوش مراد اللي هو مناضل في الفقه، مناضل في الـMTLD، مناضل في الحركة الخاصة لوس، ثم كان من الذين كتبوا لابروكلاماسيون دو برومي نوفمبر، بيان أول نوفمبر، كان من قادة الأفلان الأوائل إلا أن توفي. ديدوش مراد خلالنا مشوار وخلالنا كلام يقول لنا: سي نوز اريفون امورير ديفوندي نو ميموار. إذا كان كتب علينا الموت احيوا الذاكرة تاعنا. واليوم الجزائريين والجزائريات، النساء والرجال، الشابات والشبان، يحيوا ذاكرة ديدوش مراد، يعيدون بناء المجد الجزائري، المجد الجزائري القائم على بيان أول نوفمبر اللي يقول: هدفنا هو التحرير، هو الحريات، كل الحريات دون أي تمييز عرقي أو ديني. هكذا مكتوبة في بيان أول نوفمبر.